هنتعلم دلوقتي ازاي احدد اسعار الاستضافة المميزة. هنيجي على ماي اوفر وهنختار سيمي ديديكيتد برايسز. طيب قبل ما نتعلم ازاي نحدد اسعار الاستضافة المميزة، عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الاستضافة العادية والاستضافة المميزة اصلا. ندخل مثلا على المثال بتاعنا، موقعي مصري هوست، دي الاستضافة العادية الشيرد هوستنج اللي كل الناس بتشتريها، ودي طبعا بتبقى عادة رخيصة. طب ايه هي سيمي ديديكيتد هوستنج؟ اغلب المواقع يمكن كتير ما سمعش عن موضوع سيمي ديديكيتد هوستنج، لان اغلب مواقع الاستضافة ما بتقدمش الخدمة دي اصلا. دي طبعا هتبقى ميزة كبيرة ان انت تقدمها. السيمي ديديكيتد هوستنج دي عبارة عن استضافة زي الاستضافة العادية ولكن متخصصة للمواقع اللي عليها زوار كتير. طبعا لما الموقع بيزداد الزوار عليه، الاستضافة العادية او الشيرد هوستنج بيجي لحد عدد معين من الزيارات وبعد كده ما يفتحش لأي حد جديد. يعني نقول مثلا 100 واحد اونلاين على الموقع، ما يزيدش عن 100 واحد اونلاين في نفس الوقت. اي حاجة زيادة عن كده الموقع ما بيفتحش معاه. طيب الناس اللي عندها مواقع بيجي لها زوار كتير، سواء كانت منتديات او اي نوع من انواع المواقع، ممكن يجلب عدد كبير من الزوار في نفس الوقت. يبقى السيمي ديديكيتد هوستنج هتبقى بالنسبه له افضل، وفي نفس الوقت هي ارخص من ان هو يجيب سيرفر كامل. فهي بتبقى حاجه وسط ما بين الشيرد هوستنج والسيرفر، حاجه متوسطه ما بينهم للمواقع اللي عليها زوار كتير. نفتح مثلا السيمي ديديكيتد هوستنج، دي اللي على مصري هوست، فيها 2 بلان، بلان ب 30 دولار في الشهر وبلان ب 50 دولار في الشهر. الفرق ما بينهم وهي الماكس سي بي يو يوسج، يعني انت بتستخدم قد ايه من امكانيات السيرفر. هنا 30%، يعني الموقع بتاعك بياخد 30% من امكانيات السيرفر، محجوزة للموقع بتاعك انت بس. معنى كده ان السيرفر ما بيشيلش الا 3 مواقع بس سيمي ديديكيتد. طبعا المواقع الشيرد بيشيل عدد كبير لان هي عاده بتبقى مواقع صغيره. طيب اما بالنسبه للي ب 50 دولار السيمي ديديكيتد 2، دي 50%، يعني السيرفر بيشيل موقعين بس، فعشان كده كفاءته بتبقى اعلى. الموقع بتاعك او بتاع العميل اللي هياخد سيمي ديديكيتد 2 هيشتغل بشكل افضل وهيقبل عدد كبير من الزوار اونلاين في نفس الوقت اكتر، لان واخد 50% من الريسورسز بتاع السيرفر. طيب نرجع تاني للكنترول بانل بتاعنا علشان نتعلم نغير الاسعار. قلنا طبعا ماي اوفرز سيمي ديديكيتد برايسز، هيفتح لنا الصفحه اللي قدامنا دي. عندنا خطتين، سيمي ديديكيتد 1 وسيمي ديديكيتد 2. الهول سيل بتاعها، قلنا الهول سيل ده الرقم اللي الشركه بتخصمه من الفلوس اللي العميل بيدفعها. يعني انا مثلا محدد 30 دولار، ده سيمي ديديكيتد 1، الشركة بتاخد ليها 25. الهول سيل دي بتاع الشركة الأم اللي هي ريسيلر البانل بتاخد 25 دولار، وأنا هامش الربح بتاعي أو البروفيت بتاعي 5 دولار. السيمي ديديكيتد 2 أنا عاملها ب 50 دولار، الهول سيل المبلغ اللي شركة ريسيلر البانل بتاخده 45 وأنا باخد 5 دولار. طبعا ممكن أكبر المبلغ أو أصغره، أهم حاجة يكون مش أقل من المينيمم ومش أكتر من الماكسيمم. الزبون مثلا أو العميل بيدفع 30 دولار، 25 بتاخدهم الشركة وبتحط في حساب أنا 5.